مثل ماذا؟ مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كررت كم مرة؟ 37 مرة، وتأكدوا من العدد في السورة، في سورة الرحمن. طيب تكرارها حتما له معنى، ليس عبثا. فتكرارها قالوا إيش؟ لأن بين كل آية وآية يذكر الله نعم أخرى غير النعم التي ذكرها في الآية اللي قبلها، فلذلك لما تكررت النعم ناسب أن يقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا وجه وفائدة من التكرار، لأن النعم أصلا متكررة ومختلفة. ثم أيضا في هذا لفت انتباه القارئ والمستمع، كانوا يكرر عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي، يلتفت هنا، يلفت نظره سمعه ويجعله يتدبر أن هذا السؤال وهذا الاستفهام فبأي آلاء ربكما تكذبان يلفت نظره إلى الآيات التي فيها النعم التي عدها الله عز وجل في هذه السورة. ثالثا أن هذا التكرار فيه ماذا؟ فيه زيادة تلاوة، وزيادة تلاوة فيها زيادة أجر وثواب، صح؟ فكفى في كل حرف من القرآن 10 حسنات.